فضيلة الشيخ، رجل احتلم واغتسل وصلى بنفس الملابس التي احتلم فيها، فهل عليه شيء؟ ليس على شيء، يعني إذا احتلم الرجل وصلى في ثوبه الذي احتلم فيه وفيه أثر من الجنابة فليس عليه شيء، لأن الجنابة وهو الماء الدافق طاهر. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه. قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فركا، يعني لا غسلا، فيصلي فيه ولو كان نجسا لوجب أن يغسل. ولكن بالمناسبة ينبغي الإنسان إذا أراد أن ينام أن يستنجي بالماء أو يستجمر استجمارا شرعيا، حتى إذا خرج الماء الدافق لم يصادف محلا نجسا، لأنه لو لم يستجمر استجمارا شرعيا بل تيبس بمسحة أو مسحتين ثم ظهر الماء الدافق صادف محلا نجسا وتنجس به، وحينئذ يحتاج إلى غسل. نعم.